اهلا بيكم ابنائي وبناتي طلبه جريد 7 متابعينا متابعين قناه السكوله على اليوتيوب. في المره اللي فاتت بدانا مع بعض ندرس الفيزيكال بروبرتيز اوف ماتر، ودرسنا السم اوف ذا فيزيكال بروبرتيز اوف ماتر زي الكالر والتيست والدنسيتي، وقدرنا نفرق الماتر عن طريقهم. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض إزاي الـ matter can be distinguished and classified according to its physical properties and chemical properties. هندرس مع بعض باقي الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية اللي ممكن أقسم بيها الـ matter أو أعمل لها classification based on it، وهندرس مع بعض اللايف ابليكيشنز او التطبيقات الحياتيه اللي ممكن استغل هذه الخواص فيها في حياتي اليوميه. Let's start. نمبر 5 من الفيزيكال بروبرتيز اللي ببتدي اقسم عن طريقها الماتر حاجة اسمها الميلتينج بوينت. احنا كنا دارسين قبل كده الميلتينج وقلنا هو التشينج اوف ماتر فروم سوليد تو ليكويد. طيب ايه بقى الميلتينج بوينت دي؟ بقى هي دي التمبريتشر ات ويتش السبستانس تشينج فروم سوليد تو ليكويد. يعني ايه؟ هي درجة الحرارة اللي عندها بيبتدي الماتر تتحول من السوليد للليكويد. طبعا different solids have different melting points. كل نوع من انواع solids عنده its own melting point، عنده درجة الملتنج او درجة الانصهار الخاصة بيه. melting يعني انصهار او ذوبان، مش ذوبان في مية، يعني ذوبان انصهار اللي هو بيتحول من solid لليكويد، نفس الشيء يعني بس من صورة للتانية. Some solids have low melting points such as wax, butter and ice. التلات حاجات دول اللي هو الشمع، الباتر، الزبدة، الايس، التلج، محتاجين درجة حرارة قليلة جدا، يمكن بيدوبوا في درجة او بينصهروا في درجة حرارة الغرفة، او لو انا مسكتهم في ايدي مثلا درجة حرارة الجسم يعني. Some solid substances have high melting points such as metals. كل المتالز بقى، iron, gold, aluminum، كل دول بيحتاجوا درجة حرارة عالية جدا 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 علشان يبتدوا يتحولوا للليكويد state. اللايف ابلكيشنز بقى او الحاجات اللي بلمسها يوميا في او بستخدم الميلتنج بوينت فيها. اول حاجة صناعة السبائك الالويز. الالويز دي هي نوع من انواع الميكشرز، المخاليط، ان انا بجيب تو ميتالز مع بعض وابتدي اوصلهم للميلتنج بوينت بتاعتهم، ولما بينصهروا مع بعض اما بعد كده بيحصل لهم كولينج بيبتدوا يصنعوا لي حاجه اسمها الالوي. حاجة مثلا زي الكوبر والجولد in making jewels، انا ببتدي اصنع المصوغات الذهبية لازم بضيف لها كوبر، علشان الجولد هو سوفت قوي فالكوبر بيديله شوية صلابة يقدر يخليه يتشكل بسهولة مثلا، او يقدر يخليه يحافظ على شكله ما يحصلوش سوفتنج يقوم يتطبق مثلا لما اجي استعمله. النيكل والكروم in making heating coils، دايما بيجي يسألني عليها في الامتحان، النيكل والكروم in making heating coils، يقول لي ايه هما التو ميتالز اللي بصنع منهم الهيتنج كويلز. في صناعة الكوكينج بانز، انا مثلا عندي صناعة حلل الطبخ من الالومنيوم. ليه بستخدم الالومنيوم؟ لو قال لي give reason مثلا we use aluminum for manufacture of cooking pans، هقول له because aluminum has high melting point. انا بفضل حاطه مثلا حله على النار لمده ساعتين او ثلاثه والالومنيوم مش بيحصل له melting، لان ايه؟ لانه محتاج درجه حراره عاليه جدا عشان يحصل له melting. عندي activity هنا علشان اقدر اعمل studying للماتر والmelting points، فبجيب بيكر وبحط فيه different matters زي الايس،
الواكس الايرون وبحطهم في ووتر باث وبوصل درجه الحراره ل 100 ديجري سنتيجريد وعندي ثرمومتر اهو علشان اقيس درجه الحراره وهوقف بقى الهيتنج عند الدرجه دي. في الاوبزرفيشن المفروض ان انا هلاقي ان الايس هيبتدي يحصل له ميلتنج عند 5 degree centigrade, الواكس هيحصل له ميلتنج عند 100 degree centigrade, والايرون مش هيحصل له ميلتنج لا عند 5 ولا عند 40 ولا عند 100 لانه محتاج درجه حراره عاليه اكتر من كده بالزمان علشان يبتدي يحصل له ميلتنج. الكونكلوجن من الاكتيفيتي اللي فات ان each substance has a different melting point وان some substances have low melting point such as ice and wax بينما الايرون مثلا has high melting point. Number 6 في البروبرتيز او physical properties اللي بنقسم على اساسها الماتر boiling point. البويلينج بوينت دي هي مرتبطة شوية بالmelting point, هي برضو the temperature at which the substances change, بس بقى change المرة دي من the liquid state to the gaseous state. يعني لو أنا فضلت مكملة بقى heating بعد melting point يوصل الحاجة معايا للboiling point, يعني يتحول من liquid للgas. بعرفها منين؟ بعرفها أن أنا بشوف bubbles, أول ما بيبتدي الليكويد قدامي يعمل bubbles ويطلع كده فيبر او جاز طالع منه بعرف ان هو وصل للبويلينج بوينت بتاعته. نمبر 7 هاردنس. Some solid substances are soft at room temperature زي الرابر والبلاستيك والكلوث. Some solid substances need heat to be softened, محتاجة ان انا اسخنهم علشان يبتدوا يحصل لهم softening ويبتدوا يبقوا يعني squishy شوية او طريين شوية او مش very hard زي الايرون كوبر الالومنيوم. Few substances do not melt by heating زي الكول والسلفر والود, دول مش بيحصل لهم softening ومش بيحصل لهم melting لو انا طبعا عرضتهم لدرجة حرارة عالية, مش معناها حرق, يعني معناها ان انا بس اخنهم زي احطهم في water bath مثلا وافضل اغلي فيهم او كده, مش بيحصل لهم melting ومش بيبتدوا يحصل لهم softening, مش بيبقوا طريين يعني. Life applications on hardness. Number 1, iron is better than copper in concrete buildings. يعني أنا بستخدم الايرون لي بقى في بناء المباني أو تشريد المباني, ما بستخدمش مثلا الكوبر. ده ممكن يجي لي زي give reason مثلا وأقول له because iron is harder than copper. Number 2, screwdrivers are made of steel iron. دي بصنع الصواميل بتاعت المفكات والكلام ده من الستيل ايرون, بقول له علشان it's very hard. Number 8, من properties بتاعت المادة اللي هي physical properties اللي بعمل classification عليها, thermal conductivity. يعني ايه thermal conductivity؟ معناها التوصيل الحراري, هي المادة دي بتوصل الحرارة ولا لأ؟ أنا عندي المواد بتتقسم حسب موضوع التوصيل الحراري ده لنوعين, نوع بسميه heat conductors ونوع بسميه heat insulators. النوع اللي هو بسميه heat conductors دي الـ substance which allow الـ heat to flow, أو الـ objects أو الـ substance أو الـ matter that allow heat أو thermal energy أو heat to pass through it عشان تعدي خلالها, يعني بتخلي الحرارة تعدي خلالها زي الايرون الكوبر الالومنيوم. كل المتالز are heat conductors, فأنا عشان كده كمان بستخدم الكوكينج بانز بعملهم من المتالز عشان يسمحوا بتوصيل الحرارة من خلالها. عندي بقى حاجة تانية اسمها heat insulators ودي العكس, هي دي substance which do not allow the heat to flow أو do not allow the thermal
energy to pass through. زي الود، زي البلاستيك، زي الاير، ودول بسميهم heat insulators. ومثلا بستخدم ايه الهاندلز بتاعة الكوكينج بانز من الود او البلاستيك علشان هي heat insulator، فاقدر امسكها بامان من غير ما الحرارة تنتقل لايدي. Number 9 electric conductivity او التوصيل الكهربي. عندي السبستانس او الماتر بتتقسم لنوعين، نوع اسمه electric conductors ونوع اسمه electric insulators. الالكتريك conductors هي السبستانس that allow electricity to flow او allow electricity to pass through، هي المواد اللي بتخلي الكهرباء تعدي من خلالها. الاكزامبل بتاعهم المتالز زي الايرون، الكوبر، الالومنيوم. والالكتريك انسيوليترز المواد اللي don't allow electricity to flow or to pass through زي النون ميتالز، examples wood, sulfur and plastic. يعني لو انا شفت كده واير، الكتريك واير، ده شكل الكتريك واير تحت الميكروسكوب، بلاقي انه مصنوع من جوه من مادة electric conductor علشان تسمح بتوصيل الكهرباء، ومصنوع من بره او محطوط عليه بره electric insulator علشان يعزل الكهرباء وما يخليهاش تعدي، فيبقى سيف للاستخدام. من ضمن electric conductors برضو salt solution، acidic solution زي الليمون، alkaline solutions زي الشامبوز، الwater ده electric conductor. من ضمن الelectric insulators أو examples electric insulators sugary solutions، الair، البنزين، الoil. In life applications on electric and thermal conduction، أول حاجة الـ electric wires أو الـ cables are made of copper or aluminum، وممكن يجيب لي ده give reason، فهقول له because they are electric conductors يعني allow electricity to pass through زي ما قلنا من شوية. لو قال لي electric wires are covered with plastic، هقول له علشان الـ plastic is electric insulator. Cooking pans are made of aluminum، give reason because they are heat conductors. Handles of cooking pans are made of plastic or wood because they are heat insulator. طبعا الأسئلة دي شائعة قوي ان هي بتيجي، وانت لو دربت عليها بتلاقيها يعني بسيطة جدا في الإجابة بتاعتها لو انت فاهم. Number 10 metals and chemical activity. انا عندي المواد بتتقسم خصوصا الميتالز تبعا للكيميكال اكتيفيتي بتاعتها، اذا كانت نشطه كيميائيا يعني احطها مع ماده تانية تتفاعل، ولا ماده غير نشطه كيميائيا او ماده خامله يعني لا تتفاعل ابدا. انا يعني عندي المواد بتتقسم ل very active metals، وال very active metals دي بعرفها منين؟ دي بتتفاعل على طول مع اي مادة تتعرض لها. بعرفها على طول ان هي they lose their luster once they exposed to air. المتالز اللي بقيها very active metals زي الصوديوم وزي البوتاسيوم دي بتتفاعل مع الاير على طول. less active metals بيعملوا rusting after long time وهم exposed to air أو ما بيتعرضوا للهواء، بيتفاعلوا مع الهواء وبيكونوا حاجة اسمها rust. rust يعني صدأ، بس هم بيغير لونه طبعا، بيكون مادة جديدة، بيتفاعل بقى مع الهواء بيكون مادة جديدة خالص زي الايرون والالومنيوم والكوبر، بس ده بيحتاج long time عشان ده less active metals. عندي النوع الاخير inactive metals، دي مواد لا تتفاعل اصلا،
they don't react with air زي السيلفر وزي الجولد مهما حطتهم في الهواء او لبستهم او اتعرضوا للهواء او للمية مش بيتفاعلوا معاهم. عشان كده السيلفر والجولد دول precious يعني مواد ايه مواد غاليه غاليه الثمن. اللايف ابلكيشنز بتاعه الكيميكال ري اكتيفيتي نمبر 1 صوديوم لوزز اتس لوستر اف اكسبوزد تو اتموسفيريك اير. ممكن يقول لي جيف ريزون ليه الصوديوم لوزز اتس لوستر. هقول له بيكوز اتس فيري اكتيف ميتال. Steel bridges are coated with inactive material. لي أنا بأكسي أو بقوم بطلاء الستيل بريدجز دي أو الكباري المصنوعة من الحديد. هقول له علشان to protect the iron from rust عشان أحمي الايرون من الصدأ. Iron rust while exposing to the air. لي الحديد بيبتدي يصدي once إن هو اتعرض للهواء. هقول له because it is a less active metal. بكده نبقى خلصنا الدرس الأول من يونت 1. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد، وتسيبوا كومنت لو انتم محتاجين أي توضيح لأي نقطة وإحنا هنرجع نرد عليه. كل الفيديوهات اللي انتم هتبقوا محتاجينها موجودين في قناتنا قناة السكولة على اليوتيوب قائمة التشغيل الصف الأول الإعدادي مس إيمان عميش. أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله، وأتمنى مرة تانية يكون الفيديو عجبكم.